لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هي قامة من قامات الفن الجزائري الأصيل، سيدة راقية في فنها وحديثها وهمساتها وإيماءاتها. تجربتها في الحياة جعلتها مدرسة نستلهم منها العبر والدروس، ليس في مجال الفن والتمثيل وحسب، وإنما في مختلف تجارب الحياة التي قد تمر بها المرأة. هي السيدة بهية رشدي التي ارتقت ببساطتها وتواضعها إلى مصاف العظماء بعد أن ملكت قلوب محبيها. عند سؤالها عن تقييم مسيرتها الفنية قالت: أستطيع القول أنني راضية بنسبة 35% فقط. سأقول لك لماذا؟ لأن الفنان لا يعمل وحده، فهو لكي ينتج ويقدم تحفة فنية للجمهور يحتاج إلى طاقم، ولن يكون باستطاعة الفنان أن يكون في المستوى نسبيا والأشخاص من حوله دون المستوى، فهذا يجعل الصورة مختلفة. الأدوار التي قمت بها جميعها كانت تخدم المرأة الجزائرية، لأننا نعيش في هذا المجتمع، نحن أفراد منه، ومن المستحيل أن نحس بالسعادة ومن حولنا لا يتنعم ولا يتلذذ بها. وأقرب الأدوار إلى نفسي دور صبرة بدرجة أولى، يليه دوري في امرأتان كل امرأة ومن باب التجربة، ولا تكتمل أنوثتها إلا حين تصبح أما، ومن باب الخبرة والتجربة أيضا. المرأة التي لم تنجب تريد من قوة الظلم الممارس عليها أن تلبس لباس الرجل لكي تدافع عن نفسها، فهذه الأدوار جعلتني أتعلم أشياء كنت أجهلها أو ممكن كنت أعرفها، لكن كانت مكتومة في صدري. الوضع يختلف من جيل لجيل. ما بين سنة 1948 إلى عام 1962 كان عدد الفنانات قليل لكن عندهن قيمة، كن متميزات بأخلاقهن وجدارتهن وقدرتهن، ولم تصعد على الركح السيدة نورية أو السيدة وهيبة أو السيدة قلسوم يصفق لهن الجمهور. كنا يفتخرن باللباس التقليدي لمختلف المناطق كي يبلغن رسالة رمز للجزائر. كانت الفنانة آنذاك تستعمل كل السبل والحيل لكي تقول أننا جزائريون ولدينا ثقافة ولباس وعادات وتقاليد. من جهة أخرى كنا يعملن بدون مقابل تقريبا، وكنا يبيعن ممتلكاتهن من أجل إنجاز عملنا، من بينهم السيدة نورية التي أحبها كثيرا. أما جيلي فمنهن من لم يدرسن أبدا غير متكونات علميا، وفيهن المتخرجات من معاهد متخصصة، والفرق بينهن ليس كبير، فأغلبهن كن عصاميات. كنت أتمنى أن يجمع جيل اليوم بين العصامية والتكوين. حين نريد أن نتعلم أبسط شيء أن نسمع لغيرنا، لكن مشكلتنا في هذا العصر أن أغلب الفنانات فيهن عيوب كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا يتعلق الأمر بكلهن طبعا، فلا يكفي أن تكون الفنانة جميلة أو بارعة في التمثيل، المهم في كل هذا التربية. فالفنان ثقافة وحضارة وأدب واحتشام وخبرة، وهو يحمل رسالة هي رسالة الضمير المهني، ونعني به أيضا القدوة الرئيسية والسفير للبلد والشعب. أما فناناتنا اليوم فبمجرد أن تقوم بدور رئيسي تعتقد نفسها نجمة وتنسى أن المشوار ما زال طويل، ربما بعدها ستسقط في الهاوية. أغلب الفنانات اليوم للأسف عندما تصبح مشهورة أول ما تقع فيه هو الغرور، والغرور يؤدي إلى الجحيم، وتصبح بعدها فريسة لكل من هب ودب، كل ثعلب على رأسه تاج من ذهب يتبعنه. هذا غلط. باختصار فنانات اليوم أغلبهن يعتمدن على التسويق لجسدهن وانحلالهن من أجل البروز. تكفلت ببنتين هما بنت أختي الشقيقتين، ولكل منهما قصة. بنت الأولى اسمها سعاد، وهي أم لستة أطفال وجدة منذ فترة، والثانية اسمها صريحة وهي أم أيضا. سعاد قصدت كفالتها وطلبت من أختي ذلك
فقبلت، أما صليحة فلم أنو كفالتها إلى أنني تعلقت بها بعد ذلك ولم أستطيع فراقها، وكانت من أجمل ما أهدتني أختي، المرأة التي لا تنجب مشكلة حقيقية. والتكفل أيضا صعب للغاية لأن المجتمع لا يساعد، فالأم الطبيعية منحت الحياة لهذا الطفل، لكن الأم التي تتكفل تقدم حياتها لهذا الطفل، والتضحية بالحياة أمر صعب جدا. الأم المتكفلة تعيش صراعا رهيب في كل يوم يمر، تخشى أن يطالب الآباء الحقيقيون بابنهما، فالخوف من المجهول يلازمها دائما. ابنتي سعاد التي كفلتها جميلة جدا، شقيقتي وافقت على أن أربيها، ولما بلغت 5 سنوات كانت والدتها تخرجها من حين لآخر وتخبرها أنها أمها، وأنا كنت أرفض وأقول لها أنني أمها أيضا، وأعترف أنني ربما كنت قد أخطأ، لكني كنت صغيرة جدا ورغبتي جامحة في أن أكون أما. لذا أنصح كل من ترغب في التكفل بأن تقول للطفل الحقيقة مبكرا جدا أو متأخرا جدا، لكن مجتمعنا لا يتيح الفرصة لكل الحقيقة متأخرا ويسبقنا لذلك الجار أو الأه أو أي أحد. وأعود لموضوع سعاد، عاشت البنت في صراع، كنت مثل اللبوة أقول لأختي إياك أن تقول لها أنها ابنتك. في كل سنة كانت سعاد تطلب معرفة الحقيقة وأرفض إلى أن تزوجت، قالت لي أريد معرفة الحقيقة من فمك، من هي أمي الحقيقية؟ فقلت لها الحقيقة، لكنها صدمت كثيرا فقد كان الوقت متأخر جدا، وعانت من مشاكل نفسية شديدة لولا ستر الله. في قصة كفالتي لصليحة استوعبت الدرس ووظفت الخبرة والإيجابيات معها، وليومنا هذا صليحة قانعة وسعيدة. أمور التكفل مثلما تخدم الطفل قد تدمره، لذا على المتكفل والمجتمع أن يعي ذلك ولا يتدخل أحد في الأمر. في عائلتنا الذكور قلائل، من المستحيل أن أطلب ذلك، كما أنني أحب الأنثى أحس نفسي أقرب إليها، لو ما زال في العمر بقية لتبنيت طفلة أخرى وليس ذكر. وعن حقيقة اعتزالها قالت لا أبدا، الصحفيين لم يخطئوا معي. قلت أنني أنوي الاعتزال لأني في فترة ما أهان الفنانين من بينهم محمد رشدي زوجي رحمة الله عليه، وصادف أن اتصل بي صحفي فقلت له أنك تتصل بي وأنا شبه منهارة، وقلت أيضا أفكر جديا في الاعتزال وارتداء الحجاب والمكوس بالبيت. في لحظة غضب يمكن أن نقول أي شيء، لكن النية موجودة وتبقى تلازمني، وإن شاء الله لن أموت إلا وأنا متحجبة، ومع هذا فأنا مؤمنة وأخشى الله كثيرا وأراعي ربي في كل ما أقوم به، ولا أؤخر صلاتي حتى أنني أركن سيارتي وأصلي على حافة الطريق عندما يحين وقت الصلاة وأكون خارج البيت، فأنا أحمل معي دوما لباس الصلاة وحجر التيمم. هناك أمر آخر لو قلته لك لبكيت، لكن لن أقوله. وعند إلحاح منا أضع في سيارتي إزار أبيض أحتفظ به وأقول لو مت يسترني الناس به. أرأيت أنني إنسانة مؤمنة وأعرف أن الأجل قد يصيبنا في أي لحظة، أتمنى أن أموت وسط مجموعة من الرجال، لا أريد أن تكون المرأة إلى جانبي، لأن الرجل رزين في إيمانه وفي حكمته. هذه أمنيتي، أتمنى أن تتحقق.